في بعد سنين ديال الكفاح وبعد سنين ديال المعاناة لتحقيق الحلم. الحمد لله تحقق، وهذا التكريم اللي كيجي في مدينتك هو دليل على ان الناس ديالك بغاوك ودائما كانوا متضامنين معاك وفرحوا لك حين نجحتي. والحمد لله هادشي اللي وقع اليوم، اول تكريم ديالي في تطوان، كنحس بواحد الفخر لان مدينة كتستحق الكثير، وخصوصا مع عند نساء المغرب، يعني هذا دليل على الحب ديالهم ليلي ودليل على انهم دائما كيضحيوا من اجل ولادهم باش ينجحوا. لهذا كيقولوا دائما وراء كل رجل عظيم امراه، وانا اليوم عاودت لهم الاستوار ديالي مع الام ديالي والزوجه ديالي اللي ضحوا بزاف الكثير باش انهم يحققوا الحلم ديالي، والحمد لله تحقق اليوم بالوجود ديالهم. حقا هو صوت مهم ودائما كان مهم، ولكن مؤخرا يعني حقق ذاته، والحمد لله كاين واحد المساواه لا من ناحيه الثقافه ولا من ناحيه ديال التحضر، والحمد لله احنا الرجال والنساء كنتفاهموا. الدليل على هذا هو ان هذا التزاوج اللي وقع هو اللي كيعطي هذه النتائج ديال النجاح اللي الحمد لله خلى المغرب في تقدم وان شاء الله الاحسن دائما.